كما تعلمون، لأن الحديث كان على جميع وسائل الإعلام، جرت مرحلتين من المباحثات مع النظام السوري. لا نقول أنها كانت مفاوضات، كانت اجتماعات أو لقاءات. لقاءين، اللقاء الأول كان تم تباحث في العموميات بشكل عام، كما تطرق إلى موضوع العموميات، المشاكل العالقة بين الطرفين. لم يكن هناك أي تفاهم في المرحلة الأولى، فقط هناك كان اتفاق على تشكيل لجان من أجل تطوير المباحثات والاستمرار بها. في المرحلة الأخرى في 8/8 من هذا الشهر كان هناك اللقاء الثاني، حيث تم تشكيل لجنة قانونية من قبل مجلس سوريا الديمقراطية. هذه اللجنة حملت رؤية مجلس سوريا الديمقراطية، وهي النقاش حول نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتم نقاشها في دمشق إلى جانب وفد النظام كان محضر قانون الإدارة المحلية. تم نقاش على نظام الإدارة وقانون الإدارة المحلية، ما هي نقاط التقاطع، ما هي نقاط الاختلاف. لم يتم أيضا التوصل إلى أي اتفاق، لأنه في طبيعة الحال في الاجتماع في اللقاء الأول لهذه اللجنة لن يكون هناك اتفاق، ولكن تم كما أيضا الاتفاق أن الطرفين يرغبان في الاستمرارية في المباحثات. طبعا توجهنا نحو الحوار السياسي، كان هذه هي رؤية مجلس سوريا الديمقراطية، وفي مؤتمره الأول وفي مؤتمره الثالث أيضا. نحن هذا قرار خاص فينا، وهي رؤية مجلس سوريا الديمقراطية، لأننا نرى لأننا نرى بأن الحل السياسي التفاوضي هو الحل الأمثل من أجل حل الأزمة السورية. طبعا التحالف على رأسها أمريكا لم يصدر منها أي بيان أنه تعارض هذه المحادثات، وطبيعة الحال هذا دليل أنها يعني خيار لنا، وأننا نتجه في الاتجاه الصحيح. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قبل أيام قليلة بيّنت رؤيتها من أجل الحل السياسي في سوريا، وعينت ممثل لها هو جيمس جيفري من أجل النظر في الحل السياسي لسوريا من خلال إعلان رؤية بأنهم باقون في سوريا، وأن بقاؤهم مرتبط بالقضاء نهائيا على تنظيم داعش، وأنهم يريدون إخراج إيران من سوريا وإكمال مسار جنيف. أيضا وجود ويليام روباك دليل أنهم يريدون أن يوجهوا رسالة إلى المناطق التي تحررت، جميع المناطق التي زاروها، أننا أمريكا باقية في سوريا إلى أن تحقق أهدافها، رسائل اطمئنان للشعب في شمال شرق سوريا. ونحن أيضا هدفنا هو القضاء على تنظيم داعش، وهذا هدف مشترك بيننا وبين أمريكا والتحالف، وإلى الآن لم يتم القضاء نهائيا على داعش، وهذا يدل أن أمريكا سوف تستمر في بقائها في سوريا إلى حين القضاء نهائيا على تنظيم داعش والاستراتيجية الجديدة، وهي إخراج إيران من المنطقة.